المغرب شحال تألف عليه من كتاب، الرباط تراث غني بالأسوار والأبواب، كل قصبات جداريات وأثارات، مدينة عتيقة كلها معالم الحفريات، مدينة كتطل على واد بقراق، بين رباط وسلا ما كاين فراق، رباط الفتح وكتير من الأبواب، من عهد الموحدون هادي 8 قرون، سمعة حسان الودايا بقرون، باب البحر العلوبة بالحد، معلمة أثرية من جد الجد، باب الرواح وباب زعير وباب التبن، ودوز على العدون قيم صبن، باب الديوانة والقبيبات، ثم المدافع والفوهات، باب مراكش وباب المصلى يا حسرة، ذكرى السلاطين في أيام الأضحى، باب السفارة وباب تورقة والفتوحات، تاريخ الرباط ذاكرة الأحداث، الرباط معقل الحضارات، للعالم يعطي إشارات، ابتكارات تنمية ومسيرات، في عهد محمد السادس الخدمات والإنجازات، تدبير الخطوات وكثير من التحديات، رباط السلام وتلاقح الثقافات، العاصمة الإدارية بالعزم والثبات، مناخ وسطي معروف لدى القارات، رباط الخير مدينة الأنوار واحتضان كل المبادرات والمؤتمرات، بلاد الإدارات وفي أحكام كل القرارات.